ألو، السلام عليكم إخواني الكرام، معكم إلكترون ديزاد في تسجيل جديد. حبيت نعمل هذا التسجيل يعني باش نوعي، باش نعرف اللي مازال يقرأ في الجامعة ولا مازال يقرأ في الثانوية في الليسي على المجال هذا تاع إلكترونيك ولا عموما جيني إلكتريك. وراح ناخذ خاصة نحكي على المجال تاع مايكرو إلكترونيكس، يعني ميكرو إلكترونيك، لأنه هذا اختصاصي. تعرفوا احنا في الجزائر ما عندناش يعني توجيهات، ما عندناش الناس يحكيوا لك على المجالات، ما عندناش مستقبل يعني في مختلف المجالات. عليها قررت نعطي يعني الجدد هذا، نعطيهم فكرة على مجال تاع مايكرو الكترونيكس و الكترونيكس يعني عموما. جيني الكتريك يعني هندسة كهربائية، نقدر نقسمها انا شخصيا، يعني كل واحد يقدر يناقشني على بالي، ولكن هذا التقسيم تاعي نقدر نقسمها الى الكترونيك، ومن بعد نشوف واش فيها الالكترونيك. نشوفوا نقدر نقسمها ثاني الى الكترو تكنيك، الكترونيك دو بيسونس. واش معناها هذا؟ كي نسمعوا الكترو تكنيك نسمعوا لي موتور، لي كونفيرسيون ميكانيك الكتريك، الكتريك ميكانيك، نسمعوا لي كيلو فولت، لي كيلو وات، لي حتى لي ميجا وات، لي ميجا فولت، يعني في مستويات اخرى. نقدر نقسمها الثالث، المجال الثالث هو اوتوماتيك روبوتيك. اوتوماتيك يعني خاصه لا سيرفيسمون، هو مجال كبير على كل حال، نعطيكم غير افكار. اوتوماتيك يعني مثال في الطوموبيلات، في السيارات نستعملوا لي كوريكسيون اوتوماتيك، مثال كيما لا بي اس، كيما لو اس بي. لو اس بي سي تراجيك كوريكسيون اوتوماتيك دو تراجيكتوار. روبوتيك هو لي روبو. المهم كومونيكاسيون تيليكومونيكاسيون نقدروا ندخلوها في مجال تاع جيني الكتريك. واخيرا تريتمون دو سينيال، سينيال يقدر يكون الصوت، يقدر يكون ليماج. في الحاله هذه نتحدث على تريتمون ديماج، ايميج بروسيسين، ولا يكون فيديو، فيديو لي كومبريسيون. المهم قائمه طويله، يعني نعطيكم غير رؤوس اقلام في المجال هذا تاع الالكترونيك. واش عندنا؟ نقدر نقسمه الى ثلاث مجالات. الكترونيك ديسكريت، يعني الكترونيك هذيك نقولوا القديمه، الكترونيك كل واحد كومبوزون وحده، نلصقوا ما بين لي كومبوزون باش يعطينا اي فونكسيون، ان سيركوي. عندنا المجال انالوجيك، وعندنا مجال نيميريك. يعني انالوجيك يعني كل النقاط ناخذها بعين الاعتبار، نيميريك عندنا غير مثلا حالتين، دو زيتا بوسيبل، 0 1 0 ça correspond par exemple à 0 volt et 1 ça correspond par exemple à 2 volt ou 3 volt 5 volt مثلا. عندنا المجال الثاني هو ميكرو الكترونيك. واش هي الميكرو الكترونيك؟ نشوفوها من بعد. الالكترونيك مباركي حتى نشوفوها من بعد. هذا مثال على الالكترونيك ديسكريت. نخدمو دي سيركوي امبريمي، عادة يسموها بي سي بي، برينتد سيركوت بورد. هذا هو الاخر تاعنا. مثال تشوفوا هنا الكاباسيتي، تشوفوا دي سيركوي صغار، ممكن دي ريزيستونس، دي بوبين. هذه الالكترونيك هذه نقدر نصنفها الكترونيك غران بوبليك. واش معنى غران بوبليك؟ يعني ما تحتاجش بزاف دراهم، لي با كوتوز، والناس كامل يقدروا يخدموا دي سيركوي هذه، يعني الناس كامل يعني اللي على بالهم. من بعد نشوفوا ميكرو الكترونيك اللي هي الكترونيك غاليه بزاف. الكترونيك امباركي يعني الكترونيك محموله، الكترونيك بورتاتيف، بورتابل اذا كان حبيتو. لي موك لي عندها واش هما لي ميكرو كونترولور، مايكرو كونترولور، ميكرو بروسيسور. مثلا ناخذو ميكرو كونترولور، عندنا ارم، عندنا بيك، شركه واحده اسمها مايكرو تشيب اللي خدموا بزاف هذا، عندنا 851 تاع سيمانس تاع فيليبس. و دونك كيما قلت هي الكترونيك امباركي ولا بورتابل. نعطيكم مثال هنا برك، درت واحد البروجي انا واحد صاحبي باش تشوفوا الالكترونيك امباركي. امباركي علاش محمول هنا في الطوموبيل؟ واش فيها؟ مثال هذا السيركوي، هذا هو لو بيك، هذا بيك بيك هو سي ميكرو كونترولور، هو ميكرو بروسيسور. عندنا هذه الطوموبيل عاديه، يعني كيفاش نعيطوا لها، ار سي راديو كوموندد. عندنا هذا لي ريسبتور يعني يستقبلوا دي زوند، واحد عنده تيليكوموند منيه يستقبلوا لي زوند فيها السيركوي، يفوتوا هنا، هذا يدير تريتمون. من بعد يامر واحد لي ترانزيستور هنا دو بيسونس، يعني كاين شويه هنا الكترونيك دو بيسونس هنا، باش نمشيو هادو، باش ندورو الروز هادو، باش نتحكمو في السرعه، في لافيتاس. هذا مثال برك باش تفهموني مباشره. كاين ثاني الكترونيك امباركي، كاين واحد المجال مهم جدا اسمه اف بي جي اي، فيلد بروغرامبل جيت راي، اللي هو تقنيه جديده باش نديرو لي سيركوي نيميريك
يعني بسرعة دو فاسون رابيد. كاين عندنا زوج شركات كبار، كاين التيرا وكاين زايلينكس، هما اللي يخدموا بزاف لي اف بي جي اي هادو. ننتقلوا للميكرو الكترونيك. درك واش معناها ميكرو الكترونيك؟ ديجا يعني اول حاجه ميكرو معناها حاجه صغيره، 10^6 10 قوة ناقص 6 ميكرو. الكترونيك يعني صغيره، المهم الكترونيك صغيره عموما هي الكترونيك تكون في لو ميم سوبسترا. يعني قبيله قلنا الالكترونيك ديسكريت نلصقوا ما بين لي سيركوي، هادو لي سيركوي يكونوا في نفس السوبسترا، يعني كامل يكونوا داخل نفس السيركوي. اذا كنت تحبوا نقدر نقسموها الى ثلاث اقسام. عندنا الديجيتال اللي فيها مثال ميكرو بروسيسور، مثال انتل بنتيوم. عندنا انالوجيك، عندنا ميكست. ميكست يعني مخلطه انالوجيك نيميريك، مثال جي اس ام 3ام جينيراسيون، 3.5 جينيراسيون، 4ام جينيراسيون، جي بي اس، واي فاي، واي ماكس، بلوتوث. المهم هذه رؤوس اقلام برك باش نفهمو بسرعه. دركا ميكرو الكترونيك كاين حاجه اللي هي مهمة جدا في الميكرو الكترونيك، هو ترانزستور موس. واش معناه موس؟ ميتال اوكسايد سيمي كوندكتور، او ميتال اوكسايد سيمي كوندكتور. هذا الترانزستور موس يتكون مثال من اربع اقطاب. عندنا لو دران درين، لا سورس سورس، جيت لا غري، وعندنا هنا واحد لو بولك لو سوبسترا. هذا المسافه من هذا نقطة إلى هذه النقطة مهمة جدا، يسموها L تاع الترانزستور، والعرض هذا يسموه W، حتى هو حاجة مهمة جدا. دركا حاليا رجعنا نقدر نخدمو دي ترانزستور المسافة من هذه النقطة إلى هذه النقطة 45 نانومتر. بنتيوم 4 مثال، ولا ديوال كور هذاك نخدمهم 45 نانومتر، 45 نانومتر المسافة ما بين هذ زوج النقاط هذو. مثال باش نعطيو فكرة على الكثافة تاع هذو، كنهزو غير لا ميموار، ميموار تاع 1 جيجا اوكتي، اوكتي فيه 8 بيت، يعني فيها 8 جيجا بيت. كل بيت على الاقل عندنا لازمنا ترانزستور، يعني على الاقل لازمنا 8 ملايير ترانزستور. واذا كان نهزو تكنولوجيا واحده اخرى، في كل بيت لازمنا 6 ترانزستورات، يعني ممكن هذيك لا ميموار تاعكم فيها 48 مليار ترانزستور في مساحه صغيره، وممكن تشريوها ب 50000 ولا 5 كورو ولا فكره باش تكون عندنا فكره على الكثافه تاع ترانزستور موس. ناخذ مثال باش نفهمو. مثال يجي عندنا واحد شركه نوكيا مثال، تقول نحتاجو سيركوي 4ام جينيراسيون اللي يدير هذا باش نديرو في التليفون. عندنا هنا اغ اف، يعني السينيال اللي يجيني هنا 1.8 جيجا هرتز مثال، ندير هنا فلتر. عندنا ال ان اي لو نويز امبليفاير، يعني امبليفيكاتور بابوي، بعد يفوت هنا على لي ميكسور هذا. دونك هنا عندنا سينيال كوسينوس وهنا سينيال سينوس، المهم ماتيماتيكمون تقدروا ديروها. ضرب هنا دو سينيو يعطيكم هنا اون اسمها اي اي، عندكم كيو كيو، تفوتوا على فلتر هنا، زيدوا تفوتوا على امبليفيكاتور هنا وهنا اي دي سي. هذا هنا عندك سينيال انالوجيك، يعني فريكونس نورمال، فريكونس زيرو تقريبا. يعني هنا عندنا اي دي سي انالوج تو ديجيتال كونفرتر، هنا عندك هنا عندنا دي سينيو 0 ولا 1، يعني 0 مثال و 5 فولت ولا 0 1.2 فولت، 0 ولا 3.3 فولت. هنا ديجيتال يكون عندنا سيجنال بروسيسين. ناخذ مثال على ال ان اي هذا، دونك سي ال ان لو نويز امبليفاير. هاو مثال كيفاش نقدروا نخدموا امبليفيكاتور، هاهم في ان بلس هنا في ان موان لي دو انتري، ولا سورتي تاعنا هي في اوت. الاركيتكتور هذه كاين بزاف لي اركيتكتور هذه نقولوا سهله فيهم، ونقدروا نديروا لامبليفيكاتور كي نتحكموا في الدبل في والال. تشوفوا هنا مثلا 2.4 ميكرو، 2 ميكرو، مثال هنا 35 ميكرو، 0.35 ميكرو، يعني هذه سي الالكترونيك انالوجيك، هذه ماشي نيميريك. ومن بعد كيكون عندنا امبليفيكاتور هذا، راح لازم هذا غير شيما، دوك لازم نديروا حاجه اسمها اللي اوت، يعني حاجه فيزيك. او مثال في اللي اوت هنا نديروا دي كوش، نقدر نوصلوا 9 كوش مثال، يعني سيركوي فيه 9 كوش، 9 9 لايرز، باش يكون عندنا باش نخدمو هذا اللامبليفيكاتور مضخم العملي. ومن بعد في الاخر راح يكون عندنا سيركوي كيما هذا مثال. راك تشوفوا هنا ديسبلاي ما باليش تعواش، مايكرو بروسيسور 1، مايكرو بروسيسور 3، هنا 4 2 ام تاغ. اذا لهذا السيركوي تاع كومبريسيون فيديو ممكن. ومن بعد كي نكملوا هذا نبعثوا السيركوي هذا نتاعنا لا سال بلونش، نبعثوا الدار لا سال بلونش
اللي هنا كاين فيها بزاف كيما نقولوا ماتريال غالي بزاف، و الناس يعني هما يخدموا لي سيركوي انتجري. شوف مثلا هنا علمناني هنا في مبنى هنا، هذه كان صورتها في غرنوبل مع الجماعه تاعنا في لا فورماسيون. من بعد كي نكملوا نديروا في الوافر هنا، نحطهم هنا في الوافر، ومن بعد نقصوهم. او مثال نقصوه هنا ونحطوه في السيركوي هذا، هو السيركوي الكبير نتاعنا. من بعد في الحاله هذه نقدروا نستعملوا هذا السيركوي هذا. المهم ماذا بيا نكونوا فهمت شويه يا جماعه. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمه الله. مره جايه ان شاء الله.